وورثة عبد الوهاب عندي في الجمعية لهم حقوق لازم ياخدوها. دول عندي في الجمعية، كان حاضر حفيد عبد الوهاب، كانت حاضرة ناس عن أحفاد عبد الحليم حافظ. وأنا لما عملنا حفلة من سنتين في عابدين، في قصر عابدين أم كلثوم، الحقوق كلها كانت متاخدة من عندي ومن عند صوت القاهرة. ولما عملنا حفلة في دبي هولوجرام لعبد الحليم حافظ من 3 سنين، كان الشركة واخدة من عندنا احنا، وكنت انا حاضر وحاضر على وزارة الثقافة في ذلك الوقت. طيب يعني انا دلوقتي لو عايز اخد ترخيص، لو عايز اخد ترخيص لاغاني ام كلثوم اروح لمين؟ تروح زي ام كلثوم ما قالت اروح لمين؟ تروح لصوت القاهرة، وتروح لشركة جمعية المؤلفين، عشان المؤلفين والملحنين مش عشان صوت ام كلثوم. والكلام ده بورق، احنا مش بنقول كلام من عندنا، احنا عندنا ورق يثبت هذا الكلام، ما بنقولش كلام مطلق كده في الهوا. واحنا يعني محسن جابر لا يملك اي حقوق، لا يملك اي حقوق لام كلثوم غير 30% بس. ب 30% 70% دول صوت القاهره كصوت ام كلثوم، والباقي كمؤلفين وملحنين تابع جمعية المؤلفين والملحنين. حضرتك تقدر تخش ببساطة وتسأل ورثة بليغ حمدي انتوا تابع ايه؟ هيقولك المؤلفين والملحنين، ورثة عبد الوهاب، ورث كل دول ماضيين لنا طفولة. طبعا. اللي هو بعد كده السسام يعني. ايوه اللي هو السسام، احنا بنلم الحاجات دي وبنوزعها على الورثة. استاذ مدحت. يا استاذ عمرو، انا كمدحت العدل، مدحت العدل، هل انا مستفيد شيء من الفلوس اللي داخلة ولا دول الورثة؟ دول للورثة، انا ما باخدش حاجه. انا لا أنا للورثه طبعا للورثه، انا موكل من جمعيه عموميه، انا ومجلس الاداره، ان احنا بناخد الفلوس دي وعن طريق السسام وبنوزعها. انا ما باخدش حاجه من في جيوبنا. طب